بس سؤال دكتور، قلت الامتحان 3 أسئلة بنختار 2، بالضبط صح. يعني هول 3 أسئلة هن 3 مجموعات، فيك تقولي هيك، لا سؤال سؤال صريح بيكون، يعني سؤال واحد يعني. سؤال واحد حركة 20 سطر جوابه، مش أكتر بهالمحور، بيزيدوا شوي ماشي. بينقصوا شوي هالقد. يعني عمليا بالتجربة على مدى عدة سنوات، أي طالب بجاوب حركة سؤالين مثلا، بيطلعوا صفحة ونص، صفحة وثلاث أرباع، بياخذ العلامة كاملة. في طلاب بياخذوا عمليا ل 90 علامة مسموح نحط هالحجم من العلامات، يعني كتار بياخذوا 90، 89، 90 بهالنحو. وإن شاء الله بتكون الامتحانات سهلة، شوية درس بسيط بهالصفحات الوجيزين المطلوبين منكم، وبقدر بتجيبوا علامات عالية. طيب اليوم وباختصار قلت لكم حنتناول موضوع القياس النفسي والعقلي وإلى آخره، والتربوي تحديدا. حنحكي بسلسلة من العناوين، كمان باختصار حنحكي عن مفهوم هذا القياس، حنعرفه، حنحكي بأهميته، مباشرة حنروح لاستعراض ما يقارب 14 نوع من المقاييس والاختبارات الخاصة المعتمدة ضمن مختبر علم النفس، اللي هي بترفض كل الاختصاصات الدقيقة بعلم النفس وبما فيها علم النفس المدرسي. هيدا فيما خص مسارنا لليوم. وقت نحكي بالقياس، وانتم هذه مادة أخذتوها بالإجمال، مفترض يكون في مادة تتناول هذا الموضوع وتاخذوها بشكل تفصيلي، بس حنعرج عليها بشكل وجيز لنضوي على شوية مفاهيم حتى نطلع على نفس الموجة المطلوبة. فإذا وقت أحكي قياس، نحن كلمة قياس نستخدمها على طول بحياتنا اليومية، يعني كل شيء قابل للقياس عندنا، بمعنى العملية اللي بتم من خلالها تقدير قيمة الأمور والأشياء المختلفة والفروق بيناتهم بالصورة كمية. إنه أنت أطول من أختك، أنا أقصر من خي، أنا أنصح من ما بعرف شو، هذا على مستوى المادة. فإذا هذه الأبعاد المادية، أطوال إلى آخره، أوزان، كلها لها وحدات قياس معياري. يعني عم نقيس طول شخص بالسنتيمتر، من نقيس عم نقيس مثلا ارتفاع طبقة معينة، طابق بمبنى، بنقيسه بالأمتار مثلا، عم نقيس مسافة من صيدا لبيروت بالكيلومتر بتصير، وهيك الأوزان كمان. مرة عم نقيس ذهب من زين بالجرام، مرة ألماز بالملي جرام، مرة عم نقيس أو عم نزين حديد بالكيلوغرام، بنحاس بالكيلوغرام، توصل للأطنان إلى آخره. هيدي مقاييس. الحرارة نفس الشيء، لها مقاييس ووحدات قياس خاصة بالفهرنهايت، بالسنتيغراد، هلأ درجة الحرارة افترضوا ببيروت فرضا 30 درجة مئوية، ضرب مدري قديش بيطلع وحدة قياس غربية أمريكية بحطوا فهرنهايت. فهذا فيما خص الأمور المادية الفيزيائية. وبحالات معينة منروح لنقيس دون الاعتماد على تقديرات كمية. على سبيل المثال، إذا بدنا نروح للجانب المعنوي بالموضوع، عم نقيس مثلا سلوك شخص معين مقايسة بشخص آخر، إنه هيدا آدمي أكثر، هيدا سوي على المستوى النفسي، هيدا غير سوي، هيدا منحرف، هيدا شاذ. فعملية مقايسة للسلوك كمان بالتم. نفس الشيء الأداء، هيدا مثلا شاطر، هيدا مجتهد، هيدا إنسان ضعيف إلى آخره. فإذا مصطلح القياس يستخدم للإشارة لعملية تتضمن إجراءات خاصة، أنشطة، خطوات تنفيذية معينة. ومنلاحظ أنه القياس الفيزيائي إذا بدي أحكي بالأبعاد والأوزان مسألة سهلة، لأنه ببساطة في عندي وحدات معيارية بلتجئ لها وبقيس. عم قيس الطول باخد متر، عم قيس الوزن بجيب ميزان للوزن بمعزل عن دقة الوزن وحرفية وتفاصيل هذا الوزن، فكله له ميازين خاصة على المستوى المعياري. فإذا بالأبعاد المادية بروح لمقاييس جاهزة ودقيقة، أما بالأبعاد المعنوية فالموضوع بيصير أعقد وأصعب من هيك. كسمات إنسانية بدي أقيسها، فعمليا مثل الذكاء، مثل الذاكرة، الانتباه، قدرات الذهنية، الإدراكية، الاستيعاب، تخيل إلى آخره. فهون في عندي أدوات قياس خاصة، وبدي راعي شروط وإجراءات معقدة ودقيقة. يعني عمليا أنا الآي كيو تيست بدي أعمله لمجموعة من الأفراد، سواء فرد واحد أو مجموعة، بدي أحطه بمختبر مضبوط في له مواصفات، ما في ضجة، ما في ريحة مزعجة،
ما يكون مشوب هذا الإنسان ولا بردان، في واقع فيزيقي للمكان بدي أضبطه بدقة حتى وبدي أخذ نتاج كون ما ظلمته لهذا الإنسان ولا هذا الفرد. مش أنه بيجي بعطيه الآي كيو تاست وبقول له روح نفذ لي إياه ومعك 25 دقيقة مثل اختبار دومينو مثلا أو ريفن أو كاتل، معك 60 دقيقة لتجاوب على سلسلة من الأحجيات والألغاز أو الفقرات، وبيجي كل الوقت عم شوش عليه وعم ضج أو حاطه بمكان مشوب هذا الإنسان أو منايم قبل بليلة، فبالتالي كلها متغيرات دخيلة بتأثر على النتيجة. الأصل أضبط الإيقاع وخلي هذا الإنسان عايش ضمن هيدي البيئة وضمن هذا المختبر المضبوط بأحكام على المستوى الفيزيقي أي الفيزياء. هذا فيما خص معنى القياس. نجي للتعريف، عندنا سلسلة تعريف للقياس. عندنا مثلا تعريف العالم جيلفورد بيقول في القياس هو وصف للبيانات أو المعطيات بالأرقام، فإذا هي عملية وصف وعملية زمنة تقريش لا هيدي البيانات أو المعطيات بالأرقام، إنه طولك متر وثلاثة وسبعين وزنك ستين اللي هن بالأرقام عم نقيس ونوصف هيدي البيانات بالأرقام. تعريف آخر لكامبل كمان يشير فيه إلى معنى القياس بأنه هو تمثيل للسمات أو الخصائص المقاسة بالأرقام، إنه هذا الإنسان ذكي هيدي السمة مثلا أو صاحب موهبة وإبداع أو الانتباه عنده مركز على مستوى تركيز الانتباه أو تجزئة الانتباه أو الانتباه الانتقائي أو المكان أو اليقظة أو التيقظ أو المستمر إلى آخره. فإذا عم إيسون وهذه السمة عم بوصفها بالأرقام على مستوى الآي كيو مثلا هو من 90 ل 110 جيد، على مستوى الآي كيو هو حاد الذكاء مش متوسط الذكاء ففوق ال 110، أو على مستوى الآي كيو هو عنده نوع من التخلف العقلي البسيط تحت 89 مثلا وقص على ذلك. تعريف آخر للعالم ستيفنز بيقول في القياس هو العملية اللي بتم عن طريقة التعبير عن الأشياء والحوادث برموز وأعداد استناد إلى قواعد محددة، فعندي برام معياري بلتجئ له. يعني عم باخد على سبيل المثال طلاب المدرسة الحربية أو طلاب قوى أمن داخلي، فبضبط الإيقاع بقول مثلا بديهم على مستوى الآي كيو تاست من 90 ل 110، فعم التزم بقاعدة معيارية. كل حدا أو شخص بيجيب تحت هيدي العلامة ما بيمشي الحال. بس لمرة شوية طلاب عم يطلبوا ندخلهم. فإذن بدي ألتجئ لقواعد معينة وقيس على أساسها، بدي طولهم يكون فوق المتر وسبعين، كمان عم بلتزم بقواعد محددة وعم ببني النتائج على أساسها. بالنتيجة معظم الباحثين والعلماء اتفقوا على أن القياس بالمعنى الخاص بيعتمد على التقدير الكمي وبيستخدم لغة العدد بالتعبير عن هذه الظواهر أو السمات المقاسة، انطلاقا من مقولة رئيسية ومنطقية بتقول أنه كل ما يوجد يوجد بمقدار وكل مقدار يمكن قياسه. فإذا عمليا عطول في تشكل لهذه الأجسام أو السمات أو الصفات، ففي قدر معين، طالما في قدر قادر إيسه لهذا القدر سواء مادياً أم معنوياً يمكن قياسه. ما يعنيني بأهمية القياس على المستوى النفسي باختصاصي الدقيق بعلم النفس، وبتعرف القياس النفسي ويعتبر اختصاص نوعي ودقيق بحد ذاته، ما يعنيني أنه الأفراد بشكل عام كلهم بيختلفوا عن بعض بأبعاد وسمات معينة، أنه ناصح ضعيف طويل قصير ذكي غبي بين مزدوجين، عنده قدرة عنده استيعاب عالي إدراكه مميز، هيدا دون حد الوسط على هيدي المستويات. فإذا هيدي الاختبارات والمقاييس تم وضعها وصممت وفق قيم رقمية معينة لتحديد الفروقات بين هيدي السمات أو الصفات أو الأبعاد. وأثبت تجارب أن الاختبارات هي من الوسائل المهمة المستعملة بعملية تشخيص الأفراد. وعملياً إذا بدي لخص أهمية القياس النفسي على مستوى التربوي والمدرسة، في يقول إنه من خلال عملية التشخيص يمكن تحديد الأشخاص المرضى اللي هن بعاد عن السواء نفسه. يعني أنا عملت له مثلاً افترضوا لهول طلابنا أو الأشخاص اللي ضمن هذه المؤسسة التربوية، عملت
طبقت عليهم الام ام بي اي. هلا بعد شوي بنحكي عن بعض الاختبارات اللي خاصه بالتشخيص النفسي او الشيك ليست او اختبار ميلون الى اخره المسميات. فطلع عنده مشاكل، عنده وسواس قهري مثلا، او عنده فصام نوع من الامراض الذهانيه، او عنده القلق العصابي الى اخره من بعض المشاكل، هوس خفيف او ما شابه. فاذا كمان عمليا يمكن خلال هذا المختبر تقييم الافراد للتعرف على مجمل خصائصهم، سواء كانت عقلية أم جسدية أم نفسية أم شخصية. عمليا من خلال أيضا المختبر في لنا حدد الأشخاص الأسوياء على مستوى كمان الصحة النفسية وعلى مستوى الأداء، وبالتالي كافة الأفراد اللي بيخضعوا لهالنوع من المقاييس والاختبارات يمكن تشخيص كامل خصائصهم والسماتهم بدقة على مستوى أنماط شخصيتهم، هل هن انطوائيين انبساطيين، على مستوى التشخيص لوجود امراض نفسيه من عدمه، الاي كيو تيست عندهم قديش حجمه، بمستوى وسطي او اعلى، هل هن من اصحاب الموهبه والابداع ام لا، ذاكرتهم كيف واقعه مثلا، على مستوى رده فعلهم شو واقعهم، على مستوى قدرتهم على الادراك الحسي او تعلم الحركه، قوتهم، كامل الخصائص البيولوجية والفيزيولوجية التي تعود تحديداً فيزيولوجية لوظائفهم اللي بتتطلب أو اللي من المفترض تبينها لشخص وقعهم الفعلي. ففي سلسلة من الأمور الأساسية بسعى للتحقق منها. هلأ في عندي بس هون نقطة بدي ألفت لها، أنه على مستوى المصطلحات الشائعة على أدوات القياس في كتير مصطلحات من المفيد الإشارة لها حتى ما نوقع بأي شبهة أو لغط. ممكن يستخدم مصطلح مقياس، ممكن نستخدم مصطلح اختبار، ممكن نستخدم مصطلح نشوفه معنا مثلا استفتاء أو استخبار أو استبيان أو استبانة، أو بنشوف مصطلح بطارية هو عبارة عن باكج، منظومة متكاملة من الاختبارات مثل البازل بتكمل بعضها البعض، أو بنشوفهم تحت عنوان قائمة. فكلياته هذا موجود، وبالتالي كلياتها مصطلحات يمكن الاستفادة منها وبيكون مقصود منها إتمام نوع من عمليات القياس. بدي نوه إلى فرق جوهري بسيط وأساسي ومبدئي بدي انتبه له لبعدين، اللي هو الفرق ما بين المقياس والاختبار. في أوجز الفصل ما بين هودي المصطلحين بالأمثلة التالية. وأتقول مقياس، هذا المقياس ما بيتطلب منك كشخص مستهدف بعملية القياس بذل أي جهد، بمعنى أنه بدي أخذ طولك أو وزنك، بالوزن وقف على الميزان بأخذ وزنك، وقف على كمان ميزان الطول بأخذ طولك، هون مش مطلوب منك بذل أي جهد. فيما الاختبار بيتطلب منك بذل القدرة والطاقة القصوى الممكنة اللي ممكن تأديها. يعني بقول مثلا اختبار الذكاء المقصود فيه تبذل أقصى جهد ذهني لتحقق أكبر علامة ممكنة على هذا الاختبار. حتى بالعلامات بالامتحانات أنتوا بتعملوا اختبارات، وبالتالي إذا بدي ميز الفرق بيناتهم عطيت مثل موضوع الوزن والطول، هون أكون عم قيس. بدي أفترض هذا الشخص طلبت منه، أنا بعلم النفس الرياضي بدي مرشحه لهذا الشخص يكون بفريق الباسكتبول، وبتعرفوا بهودي الفرق بده يكون عنده قدرة على القفز قد ما فيه يعلي بمعزل عن طوله، يمكن يكون شخص طوله 1.60 وبيقدر ينط بأرضه يعلي 1.5 وأكثر، وشخص طوله 1.90 إذا نط ما بيقدر يعلي مثل هذا الشخص الأول. فهون بعمل لهم ما يسمى بالاختبار على الوثب، قد ايه عنده قدرة على القفز بمكانه، هو بمكان بده ينط بأرضه وبشوف قديش بيقدر يعلو عن الأرض، أسفل قدمان عنده قد ايه بيعلي عن الأرض. عندنا أجهزة إلكترونية متطورة اليوم وصلت على مطرح بيصير في عنا مثل قطعة إلكترونية يتم تركيبها بالساق، كيف الإسوارة تنحط بالإيد، هذه إسوارة بتنحط بأسفل القدم بالساق، بيوقف هذا الشخص وبينط بأرضه، هي لحالة فيها سنسورات وبتقلك أنه مثلا على متر عن الأرض 100 سنتي 95 سنتي 105 سنتي لهن. فهذا الفرق ما بين القياس والاختبار على المستوى المادة وعلى المستوى المعنوي. وعطيت مثل بالاختبار نقول اي كيو تيست هو نوع من الاختبارات، فيما اذا عم بستصرح شخص انا اليوم
على مستوى الميول مثلا نفسي، شو بيحب وشو بيكره، فبعطيه ورقة وبعطيه مثلا مقياس معين، وبشوف واقعه على مستوى الميول الموجبة والسالبة حيال المواضيع والأشياء. فمسألة قياس ما فيها أي جهد، هو بس عم بيعبر عن رأيه بصريح العبارة ودون أي مشاكل. هذا فيما خص دكتور النقاط الأساسية اللي بدي أقدم لها. تفضلي. بالنسبة للإجزام العادي بالنسبة للمثل، بالنسبة للمثل شو قلتي؟ عم بيقطش. الإجزام العادي الامتحان، عفوا سمعت اكزامبل. اوكي، ايه شو تفضلي عم بسمعك. لأنه بيتطلب تركيز، يعني يعتبر اختبار مش مقياس. أكيد هو اختبار، وغير هيك غير هيك تركيز، بس في واحد منهم مطلوب منك فيه تبذل الجهد الأقصى الممكن، لعل هيك صار اختبار. بينما قلنا المقياس هو بالأصل هذا الفرق بيناتهم. للأسف هلا بنلاقي نحن يتم استخدام المصطلحين على أساس رديفان، وهذا الشيء خاطئ على مستوى العلم، بس هذا مو شاع. يعني من الأخطاء الشائعة إنه هلا بنشوف حتى بأي مواد كان بنلاقي يستخدم المصطلحين كأنه نفس المعنى. بس أنا لأنه نحن حقائق علمية وأنتوا اختصاص دقيق، لازم تصيروا تميزوا بين المصطلح. هذا الفرق بيناتهم، ومش الكل معتمدين هيدا النظرة للموضوع، ولا هي حقيقة علمية راسخة وثابتة إنه في فرق ما بين القياس والاختبار. بأنواع الاختبارات، وهون هلا بيت القصيد، بدنا نحاول بغضون الوقت المتبقي نسلط الضوء على 14 نوع من أنواع الاختبارات اللي بنشوفهم ضمن المختبر العلمي. فإذا عمليا كلياتهم هود الاختبارات والمقاييس اللي حنشوفهم بيستهدفوا لنا الاستقصاء عن الخصائص والمواصفات المميزة للأفراد. يعني عن سلسلة مقاييس الشخصية، هي عبارة عن أدوات تستخدم بهدف وصف وتقييم الشخصية أو قياس سمات الشخصية. وعمليا هيدي المقاييس بالأحرى تنطلق من وصف الشخصية انطلاق من وحدة من النظريات للشخصية. يعني بنسمع بمؤشر مايرز بريكس أو العوامل الخمسة الكبرى للشخصية أو مقياس كاليفورنيا للشخصية، كلياتها مقاييس للشخصية تم وضعها انطلاق من نظريات شخصية. يعني مايرز بريكس انطلقت مجموعة المقاييس اللي حاططها الـ MBTI تحديداً من مقياس الانبساط والانطواء، وهون عم تعرفوا عندنا نظريات تتناول هذا الجانب. مفترض تكونوا بلشتوا تاخذون بكثير من المقررات والمواد العلمية المرتبطة بعلم النفس. يعني الشخص الانبساطي عنده سلسلة من السمات، بيكون معشران، اجتماعي، بحب الفرفشة، الألوان الفاتحة إلى آخره. الانطوائي على العكس تمام، ما بيحب الاختلاط كتير، ما بيحب التفاعلات الاجتماعية، بيحب الألوان الغامقة أو الداكنة، بيحب الانعزال والتقوقع. ما عم بحكي بقدراته الذهنية أنه هيدا أحسن من هيدا، بالعكس ممكن يكون شخص انطوائي عم يشتغل أبحاث علمية، ميز بالرياضيات، بالفيزياء، بالكيمياء، بس هيدا بيحب يقعد بين أربع حيطان ويطلع انتاج، فبيكون على مستوى الاي كيو جدا متالق ومتميز، بس ما بيحب هيدي الاعداد والدهرات والعجقات. والعكس صح، كمان شخص انبساطي بحب الفرح والفرفشه والدهره والضحك والى اخره، وكمان عنده قدرات ذهنيه. يعني ما عم قايس بيناتهم على مستوى السمات الايجابيه، بس عم اقول انه هذا نمط موجود وهذا نمط موجود، وبالنمطين في لهم منشا بيولوجي. هلا نحن مش ما عندنا وقت لنشرح عنه بشكل تفصيلي، بس ثبت علميا انه على مستوى الغدد والهرمونات والافرازات على مستوى الجهاز العصبي المركزي وتاثره وتاثيره، الاشخاص الانبساطيين يختلفوا وراثيا وبيولوجيا عن الانطوائيين. للحديث تتم ان شاء الله باوقات ثانيه بنشرح اكثر، لانه في كثير شرح بهذه المواضيع. فعندي اختبارات شخصيه تدلل على السمات، سمات القوة، سمات الضعف، كافة الخصائص التي ترتبط بوصف هذا الشخص. بالمقابل رقم 2 عندي اختبارات تشخيصية، وهي نوع من أدوات التقرير الذاتي تستخدم للفحص العام للشخصية وتحديدا سواء لهذا الإنسان. يعني ترتبط بجانب علم النفس العيادي، أنه هذا الإنسان سوي على المستوى النفسي أم مريض أم ما بين وبين.
عمليا مثلا اختبار او مقياس مينوستا للمتعدد الاوجه الشخصيه الام ام بي اي اذا سمعين فيه، او قائمه الاعراض النفسيه، او قائمه ميلون الاكلينيكيه، او تشيك ليست كمان من القوائم التي تتحرى وتستقصي سمات المرضيه والسويه عند الانسان. من هودي المقاييس التشخيصيه مر عليكم التاء والرورشخ، خلونا نشوفهم نحن وياكم وناخذ فكره عنهم. بس لدخل حدا الظاهر، حدا بده يدخل من الصبايا والشباب. ماشي طيب، فاذا خليني اشوف انا وياكم جزء من هيدي الاختبارات التشخيصيه. لا تقطع الصوره، لا تطلع عندكم بس في دوني اذا سمحت. لا تطلع على الصورة، قلوا لي الصبايا إذا سمحت. أي صورة صوتة؟ أي نتبقى. إيه طبعا كتير منيح. بس لحظة خلوكم معي شوية. طيب عمليا لاحظوا معي هذا مقياس التي أتي. هو من المقاييس التشخيصية. عمليا هذا المقياس بضم ما يقارب 31 صورة، حنبلش نشوفهم تباعا نحن وياكم. هودي الصور يتم تقديمهم، في جزء منهم يقدم للذكور، وفي للإناث، وفي للرجال، وفي للنساء. عم تشوفون للصور عمليا انا حبدلهم هيك بشكل موجز وسريع لناخذ فكره عنهم. تفصيليا بتاخذوهم بمواد تخصصيه اكثر، بس هودي من الاختبارات التشخيصيه لتحديد المرض النفسي من السوائل النفسي. يتم تقديم اي صوره من هذه الصور للحاله او للشخص اللي طالب هذه الخدمه او العلاج، ومش بالضروره على طول استخدامهم لتشخيص الحالات المرضيه، حتى بيعلم نفس العمل لاقتراح أشخاص للعمل بمناصب إدارية عليا بأوروبا، مدراء البنوك إلى آخره، كلياتهم بيخضعوا لهالنوع من المقاييس. عمليا يتم تقديم أي صورة من هذه الصور على شكل أن هي مثير، وبيطلب من هذا الشخص المستهدف اللي طالب لهذه الخدمة وصف هذه الصورة، حدد لي مين البطل بالصورة، شو مآزمه، شو مشاكله، شو تصورك لنهاية الصورة، شو تصورك لأبرز المشاكل اللي موجودة عندهم لهؤلاء الأشخاص، يعني مين البطل وإلى آخره. في سلسلة من الأسئلة يتم سؤال الشخص عنها، وبالتالي بتبلش الإسقاطات اللاواعية من العقل الباطنة على هيدي المشاهد اللي عم بشوفها الشخص، وهيدا المعالج أو الخبير النفسي بيستفيد وبيستثمر هيدي الملاحظات. لاحظوا مثلا هيدي البطاقة، هي من البطاقات، هي عبارة عن بطاقة بيضة، صفحة بيضة. كمان بيطلب منك كشخص او منك انه تحدد مين البطل وشو المشاكل، باي بيئه هن، شو التصور للمستقبل، للنتائج الى اخره، وبتبلش تحكي سلسله اسقاطات لاواعي من عقلك الباطنه، كلياتها الخبير بيستثمرها بيقرشها، واخر شيء بيبني عليها بعض التقييمات والاحكام. هذا فيما خاص فاذا واحد من هذه المقاييس اللي هو مقياس التأتى لهنري موراي احد علماء النفس الكبار. حنشوف الرورشخ اذا سامعين فيه، كمان نموذج ثاني من الاختبارات الاسقاطيه. هي بقع كمان حبر. لا تطلع بالضبط، بقع الحبر لرورشخ من سويسرا، هو كمان من علماء النفس. لا تطلع الصوره كمان في دوني اذا سمحتوا. ماشي. فعمليا هون عندي 10 بطاقات، كمان يتم تقديمهم تباعا وحده ورا وحده. هو عباره عن قلنا مقياس رورشخ، عالم سويسري اسمه رورشخ عمل هذا المقياس. مجازا يطلق عليه مصطلح مقياس بقع الحبر لرورشخ. لاحظوا مثلا انه عباره مثل عن ورقه
محطوط شكل كان بعد حبر معينة مطوية على الجنبان، فبتطلع الصور بهذا الشكل. كمان مطلوب منك كشخص خاضع للاختبار انك شو شايف هذه الصورة. ببلش الواحد يتمم اسقاطات لا واعية من عقله الباطنة، انه مثلا شايف مثل دبان، دب مقابل دب مواجهين بعضهم البعض، نيطة حمر. مين شايف فيها شيء؟ بيقول له شو شايفين فيها بعد لها الصورة؟ مين بيحب يشارك؟ عيون صار مش كأنه عيون فيلان صغار. شو كمان؟ فيلان صغار. أرنبان. شو كمان؟ كأنه تحت أرنبان قدامهم إلى آخره. بدي ألفت لشغلة أنه هذه بتصير نوع من الاستجابات يتم إسقاطها على الورق. في استجابات شائعة ستاندر عند الناس الأسوياء، يعني اللي تفضلتوا فيه عادة بيشوفون الناس الأسوياء على المستوى الصحة النفسية وبيكونوا خاليين من الأمراض النفسية. فيما مثلا الأشخاص المرضى افترضوا الذهانيين اللي عندهم نوع من الفقم النفسي مثلا أو الهوس الخفيف أو البارانويا إلى آخره من أمراض، بيشوفوا بعض الجزئيات كمان اللي هي ستاندر بالنسبة لهم، نحن الأسوياء ما منشوفها. فكمان يستعرض الصور عليهم مثل ما شافوا مجموعة من البطاقات وبيبلش يسجل البيانات. ردة الفعل ما بين انك تشوف الصورة وتبلش تعطي احداثيات واسقاطات كمان له اعتبار، كلياته بيتسجل بيتوثق، وهذا الخبير النفسي بيطلع خلاصات وبيبني احكام وتقييمات بناء على هذه المشاهدات وعلى هذه الاستجابات. طيب دكتور رشاخ، هذا خبير خاص. عفوا رشاخ، كم او بطاقة؟ 10 بطاقات، 31. طيب منيجي لاختبارات الذكاء، كمان نموذج ثالث ضمن الباكج 14 اللي عم نحكي عنه. الذكاء الاي كيو تيست بتقيس النشاط العقلي عند الانسان، بيتميز بطاقة عقلية عامة موروثة عادة عند الانسان وهي غير مكتسبة ومتعلمة. الذكي ذكي، بيخلق ذكي، الاساس الوراثي هو اساس بالتعلم والاكتساب، ما بيتطور ذكاء للانسان. اللهم هلا في شيء على مستوى الذاكره الانتباه بيتطور، بس بما خص الاي كيو تيست فهو قدره عامه موروثه غير متعلم. ووضع هذا النموذج من الاختبارات للتعرف على الكفاءه الذهنيه والعقليه والقدره العقليه العامه عند الانسان على مستوى الفهم والتفكير. ومن هيدي الاختبارات تعول الذكاء في عندي مجموعه كبيره، عندنا ويكسلر ستانفورد بناء، هي اختبارات ادائيه بمعنى انه بتنعمل فرادة للشخص مره الشخص، وهي عبارة عن وسائل هاردوير، يعني عنده شنط بقلبها سلسلة من الوسائل. هلا منشوف صور، وهيدي اختبارات ذكاء إدائية مثل ويكسلر وستانفورد بناء، هني أسماء علماء وضعوا هالاختبارات. وعندي إياها ورقية مثل رايفن وكات تقيس الذكاء العام، وممكن يكون عندي اختبارات تقيس الذكاءات المتعددة مثل اختبارات جاردن بالحقبة الأخيرة انتشرت، لأنه مش كل الناس عندها بس هذا الذكاء المجرد الرياضي اللي هو كمان هيدي المقاييس تعتبر عبر للثقافة، بمعنى أنه الصيني والأسترالي والأفريقي والعربي والأمريكاني واليهودي إلى آخره كلياتهم على مستوى الآي كيو نفس البروسيسور بالدماغ اللي بيشتغل واللي بيحلل واللي بيعطي نتائج. فهيدي الاختبارات يمكن تنفيذها وتطبيقها بكل بقاع الأرض دون الحاجة إلى التقنين، بمعنى نوع من الأدابتيشن والتوليف. ليش؟ إذا عم بعمل نوع من المقاييس خاصة به العادات والتقاليد بقول إيه بدأ نوع من التقنين. يعني افترضوا اليوم هلأ الشذوذ أو الانحراف الجنسي اللي بلطفوه بيقولوا مثلية جنسية، فهذا عمليا منه عبر الثقافة تقبل لإله بجزء، ببعض الدول في تقبل مطلق لإله، ببعض الدول حده الدم يمكن والقتل اللي بيرتكب هالنوع من السلوكات. فهذا النوع من المقاييس إذا تم تطبيقه لا يعتبر عابر للثقافة، فيما الاي كيو تيست يعتبر عابر للثقافة. وهيك الذاكرة وهيك الانتباه وهيك سلسلة من المقاييس والاختبارات اللي حنشوفها. فبالمبدأ بالاي كيو تيست كمان حنستعرض نحن وياكم سلسلة نماذج، خلونا نشوفهم لتطلع الصورة كمان الأولى. شاشة صوت، أوكي هلا بين.
نرجع من جديد. هلا شوفوا لي طلعت. طلعت. هذا نوع من الاختبارات منه الإدائية، هذا اختبار IQ تاست بس من النوع الورقي مثل ريفن مثلا. هلا بنشوف كمان كاتل. هذا نموذج مثلا بيتقدم ابتداء للأشخاص بهدف اختبارهم، أكيد في له ضبط إيقاع وقت معين. عمليا لاحظوا مثلا بالسطر الأول بتعطوه مثلا أول شيء عبارة عن مثل، لاحظوا المربع الأول كيف زاويته ممتلئة بالجزء برمادي مش هيك؟ المربع الثاني انتلى أكثر نصه ملان، المربع الثالث صار ثلاثة أرباعه ملان. منطقيا المربع الرابع أي جزء من هذه الست اللي على اليمين مفترض نحط فيه؟ اثنان. أي رقم؟ اثنان. فهذا مثل ببلش ببساطة هيك، ومنبلش نعقد الأمور. يعني افترضوا مثلا بدي اخذ الشكل الرابع كرمال وضوح الرؤيه لانه هنيك مش واضحين لانه احجام صغيره، اخذوا شكل أربعة. هذا شخص يلتفت الى جهه اليسار بيرجع برم وجهه فيس تو فيس، صار مواجهه لنا، بيرجع برم وجهه صار عم بيطلع لجهه اليمين. منطقيا بالتراتب الرابع اي شكل من هودي السته بنعطيه؟ حتى رقم أربعة. رقم أربعة بالضبط، عطانا رجع راسه من ورا. واقص على ذلك بنبلش هيك بهذا الموضوع. هذا نموذج من الاختبار. الاختبارات كمان عمليا بيكون عندي شكل هندسي معين ورسمه ناقصه شكل من الاشكال الست اللي تحت، بتقدم من هذه الست اللي تحت اي شكل منهم اللي بيعبي لي الفراغ اللي هون؟ أربعة. بالضبط عمليا أربعة، لأنه هون لاحظوا في شحطة ناقصة صغيرة وهون شحطة صغيرة، فالشكل السادس ما بيتناسب، بيطلع الشكل الرابع بيزبط بينحط هون وهكذا. هيدي الاختبارات الإدائية ستانفورد بناء وكاتل، عبارة عن شنطة فيها سلسلة من الأجسام والأغراض، عملية بازل وتركيبات، وبتعطي صور وبتعطي أشكال بده يركب بازل بناء على هيدا الصور. كمان بتبلش عملية التعقيد من إلى هذا الاختبار، بيستمر لما يقارب الساعة ونص على مستوى التنفيذ وبيكون فردي، فيما الاختبارات اللي قبل ريفن وكاتل ممكن يكونوا جماعية، بتجيب مجموعة كبيرة إن شاء الله 30 تلميذ بتحطهم بالصف بشرط يلتزموا بالمعايير والقواعد، وبتعطيهم هالنوع من الاختبارات وبلشوا يطبقوا على شكل جماعة. فيما هوليك ستانفورد بناء وويكسلر بيكون أدائي على مستوى شخص واحد بنفذ الاختبار. هيدا على مستوى اختبارات الذكاء. تفضل. هلا بهيدي الصورة اللي حاطتها كنت هلا هن في أشياء معقدة وفي أشياء سيمبل، استنادا لكل ما تتعقد أكثر ويحل الشخص بكمان هون بحدد نسبة الذكاء. أكيد كله له علامات، وبالتالي كلياته له معاييره الخاصة بدي التزم فيها. خلونا نشوف مقطوعتين فيديو كمان لاختبارات الاي كيو، ننهي فيهم لناخذ فكرة عنهم. هودي صاروا عبارة عن عملية مكننة، بمعنى بطلوا ورقة بصيروا كمبيوترات وبننفذ الاختبار بناء عليهم. لا تطلع الصورة بس قولوا لي إذا سمحت. بينت دكتور. أوكي، حأكبس بلاي وحتشوفوا إنه هذا نوع من اختبارات الاي كيو بيكون مكنن. لاحظوا مثلا بتطلع الشيء اللي حكينا عنه من شوي، في جزء ناقص وانت بالماوس بدك تختار الجزء المتمم وبتنتقل لمرحله ثانيه نفس الشيء. لاحظتوا هذا نموذج، حنشوف بعد ايضا نموذج على مستوى المكننه بصير اصعب بشوي، نفس المنطق يعني بس لتوضح الفكره اكثر. كمان بدي منكم لتطلع الصورة ترجعوا قولوا لي. بيانات؟ يلا حأكبس بلاي. كمان نفس الشيء هون صار عندي أكثر من خيار تحت، وبدي بالماوس استفيد من وضع العلامات الصح بالمطرح الصح. أول وقت كمثل عطاني نتيجة دغري كان مثل، هلأ هيدا الحقيقة ما بيعطيني النتيجة بس هو بيكون عم بيسجلها ضمنيا.
واضحة الفكرة؟ فإذا هذا فيما خاص الاختبارات الذكاء. ألا فرحات عندك سؤال؟ تفضلي ألا. طيب شو الفرق بين اللي بيكونوا على الورق وبين هذا بالطريقة الممكنة؟ إنه هنتحسن. أنا اليوم بصير يا ألا بالمختبر بتفوتي أنت بدك الوقت وبدك الاحتساب يكون إلكتروني أوتوماتيكي دون أي لغط ودون وجود أي متغيرات على مستوى إنه هذا الضابط تعول الاختبار اللي عم بينفذ الاختبار الأستاذ المرشد الموجه الخبير شو بدكم تسموه. فبالتالي هو كمان ما يكون في أي تحيز وأي تدخل بالاحتساب فبيصير كله مكنن. وبنفس الوقت وقت نكون قايلين إنه في وقت محدد لهذا الاختبار ما بيصير في أي لغط وأي لعب. أنا بتجربتي الشخصية بمطارح مثلا بتقلي لهم 25 دقيقة هذا الاختبار بيكون بده 25 دقيقة بناء على قاعدة معيارية. طب في منهم مثلا بيضلهم بيزعبروا بيضلوا 35 دقيقة يجاوب وبيعطي نتيجة غير ما يكون معه ال 25 دقيقة اللي هن عينا بيعطوك حكم دقيق. بالمكننة كله مضبوط إلكترونيا ما في إمكانية الواحد لا يزيد ولا ينقص. 25 دقيقة خلص بتلاقي افترضي في بعض الاختبارات عمليا بيعطيك مثلا اللغز أو الفقرة بيكون مثلا معك دقيقة ونص لتحليها بعد دقيقة ونص ما حليتيها قلبت الصفحة خسرتي وقتك. بينما بالورق يعني فيها ترجعي وقتك. شو قلتي ألا؟ فيها نقول إنه بالمكننة هي أداء من الورق أكيد أداء بكتير المكنة. خلونا نكمل. عنا اختبارات الموهبة والإبداع بتقيس سلسلة من الخصائص الفريدة والنوعية يعني أي فرد من النوع. تفضلي نرجس. شغلي عفوا على المقاطعة بعرف أنك مستعجل بس في شغلي ضروري أني أسألك فيها فيما يتعلق باختبارات الذكاء. نحن اعتبرنا أنه عم نعمل اختبار الذكاء على أساس أنه هو وراثي ولا يتغير صح؟ يعني أنا بعمله للتلميذ الاي كيو وبفوته مثلا على الصف المناسب. ولكن الواقع غير هيك. يعني نحن بنشتغل كتير على مسألة التعليم والتدريب والاستخدام وسائل الإيضاح اللي هي بتطور الذكاء. وتأكيدا على هالشيء أخذوا هدول التوائم المتشابهة اللي عندهم نفس الدي ان اي حطوا كل واحد بيئة لقوا انه الاي كيو اللي له مختلف. فهيدي ما بعرف هلا هيدي دراسه يا نرجس كمان ما هي ليكي بالتعميم نرجس انا بديش اقاطعك بس بالتعميم هيدي دراسه وهذا بحث من الابحاث وبالنتيجه بالتراكم نوصل لخلاصات ولنتائج. انا وقت عم اقول وراثي منه عبس ابدا باعتبار انه معظم الدراسات عمليا القديمه والحديثه بالنسبه والتناسب تبين انه منشا وراثي. وبالتالي عامل البيئة معك هلا نحن بنشتغل على التوائم الصنوية تحديدا يعني بيكونوا مش بس دي ان اي وتطابق بيكونوا نفس الحيوان المنوي اللي انقسم وافضى الى هذا النتاج اللي هن هودي التوأمان. نعرف اثر البيئة قديش بيأثر على مستوى التعلم تحديدا وعلى مستوى السلوكات. بس افترضي واحد عنده خلل ناجم عن عامل وراثي او خدي عنا بلبنان شواهد بالملموس بتلاقي في بعض العيال في بعض البيوتات موضوع الاي كيو بعطي شاهد انا هلا انتم سابي فرع خامس انه جنوب تلاقي في ضيعة عندكم مناطق اهل ضيعة وعائلة بالضيعة مثلا هو بيقولوا شعر بتلاقيه زجل وشعر من عمر 3 سنين هيدي القابليات موجودة يمكن تحفيزها وبتلاقيه بيطلع على المنبر وعمره 3 سنين وبيقول شعر وبتكون ذاكرته على مستوى الحفظ وعلى مستوى الالقاء والاداء واللغة اللي هي واحدة من الذكاءات المتعددة للذكاء اللغوي واحد منهم بتلاقيه متشربة ومستحكمة بكيانه. فهيدا بيدلل أكبر دليل على أنه عامل وراثي أكثر ما هو موضوع تعلم. التعلم بيكون في قابلية وبتتعزز وبتتفعل إذا ما صار في قابلية ما بتتعزز. بس الأصل أنه هيدي القدرة الموروثة موجودة ولا لا هو هذا السؤال وهون بات الأصيل. فبالغالب الأعم نتيجة تراكم الدراسات تبين أنه الذكاء تحديداً منشأ وراثة. نفس الشيء حنشوف بعد شوية ردة الفعل reaction time كمان ترتبط بالجهاز العصبي المركزي عند الإنسان. أنا من شوي حكيت مثل بموضوع الشخصية انبساطي وانطوائي وقلت ثبت كتير من الدراسات بيّنت والأبحاث أنه منشأ بيولوجي كمان وراثة يفضي إلى أنك تكون شخص انطوائي أو انبساطي. ما حننفي الاحتمالان بس بالغالب الأعم الأرجحية لعامل الوراثة بنسبة عالية جداً على مستوى الاي كيو تيست. طيب بنجي لا فاذا الموهبه والابداع هو مستوى متقدم ومتالق من الخصائص الفريده والنوعيه اللي بتميز مجموعه صغيره من الافراد ضمن هيدي الفئه.
بيعملوا لهم اختبارات بيناتهم تورانس أو إبراهام أو مقياس الإبداع الانفعالي، هو مجموعة بيكونوا كتير ضئيلة ما يقارب 5% 4% 3% من التلاميذ لما نتمم هذا النوع من الاختبارات. هذه الاختبارات كمان موجودة بتكون، هلا معنا الصور لهم باعتبار أنه شيء بيكون على مستوى حالة ونوعه ودقيق يمكن الاستفادة منه واستثماره بلحاظ هودي المجموعات الصغيرة. نموذج الخامس اللي هي اختبارات الذاكرة. عمليا ما يعنيني قياس الذاكرة قصيرة المدى اللي توصف بأنه هي مركز الوعي عند الإنسان، اللي بتتم فيها العمليات ضمن ثلاث مراحل اللي هن الترميز، تخزين والاسترجاع. كمان من هذه الاختبارات عنا اختبار ويكسلر الذكاء أو اختبار الذاكرة البصرية. كمان خلونا نشوف شوية نماذج حتى ما نضلنا على البعد النظري. لا تطلع الصورة كمان، خبروني إذا سمحت. بيّن الدكتور. مشي حاله. طيب. لاحظوا هون نماذج. هيدي الزرقة بيّنت كمان. بيّن. أوكي. تعطيه هيدي اللوحة اللي هي الخلفية. وعملياً بيطلع فيهم عنا عبارة ما يقارب 16 مربع. هلا أكيد في منا خلفيات تكون أقل، بتبلش 4 مربعات ترجع 8، 16 هي أصعب. وبدو يلاحظ هذه الأشكال، مثلاً الزاوية اللي فوق على الشمال فيها مربع يحتوي 4 مربعات، اللي حدا عندي دائرة منقوصة لجهة اليسار أسفل اليسار، والقلب هون مقلوب زاويته لفوق، وبالتالي بتفرجي إياها ترجع بتقلبيها على قفاها لهيدي الصفحة، بتصير عبارة عن سلسلة مربعات فاضية، وبيبلش يجيب هول بازل يسقطهم بناء على تذكره وين موضعهم وكيف زوايا وجودهم. هيدا نموذج. نموذج تاني اللي هو هيدا النموذج، كمان بيقعد الخبير لهيدي الجهة والشخص المبحوث والمفحوص بيقعد لهيدي الجهة، وعمليا ابتداء بده يبلش ينبش بهيدي اللوحة مثلا على أحرف أو بتغير الأشكال. فيك تغيري هيدي اللوحة اللي هون، بتحطي أشكال معينة، رسومات، يمكن تحطي أعداد. بدي أفترض هيدي الأحرف ابتداء بتكون مبرمجة إلكترونيا هيدا السيستم بشكل أنه أول شيء بده ينبش على حرفين. إذا بلش يضغط على الزرار في حرفين بس من هودي المجموعة اللي هن 20 حرف بيضولوا ضوء أخضر، باقي ما تبقى كل وقت يضغطوا بيضوي ضوء أحمر، معناته خطأ. وقت يضوي أخضر معناته صح. بدي افترض وصل لللام وضوء اخضر، بدي احفظ اللام، كمل السين احمر، الحاء احمر، الى اخره، بوصل لهون الدا مثلا دال ضوء اخضر، بيكونوا الحرفان المطلوبين هن اللام والدال، بدي احفظهم. بدي اعيد الكره 3 مرات على التوالي، اضغط اللام والدال مع انتر، ارجع لام والدال مع انتر لثالث مره ليحفظ الجهاز قد ايه اخذوا معي وقت وقد ايه ابتداء أن ارتكبت اخطاء لو وصلت لهم. ترجع بتتعقد الأمور، بيصير عندي اللام والدال بدي أحفظهم وبدي أضيف عليهم حرفين جداد أيضا بدي نبش عليهم، يمكن يطلعوا افترضوا الثاء والشين، فبيصير الثاء أخضر حفظته، اللام أخضر، الدال أخضر، شين أخضر. كمان بدي أعيد الكرة 4 مرات 3 مرات عفوا على التوالي، بسجلهم الجهاز وبيقول لي عدد الأخطاء المرتكبة. ترجع بتتعقد الأمور، بصير بدي نبش على 6 أحرف، اللام والدال والثاء والشين، وبنبش كمان على حرفين إضافيين اللي هن الخامس والسادس. بالتدريج ببلش تعقد الأمور وصولا لحفظ 10 أحرف، حفظ أمكنتهم وتدوينهم بشكل سليم 3 مرات على التوالي. بيطلع عندي أخشي الأفرج قد أخذ معي وقت الموضوع وقد عدد الأخطاء المرتكبة، فبسجلهم بناء على قاعدة معيارية وبرام، فبميز الأول من الثاني من الثالث، خاصة إذا عم بختبر 10 أشخاص ببين عندي مين الأكثر ذاكرة أو تذكر من الأدنى من الوسط، وبصفهم بهذا الشكل. هذا فيما خاص الذاكرة. نجي لنموذج آخر. معناش وقت كتير، معناش وقت. إذا في شيء أسئلة أساسية خلونا نخلص لأنه بدنا ننهي الكل وبعد عنا صور وفيديوهات كتار بدي أشوف. إذا في سؤال كثير في إرباك تفضلوا، تفضلي يا هنادي. بس كان بدي اسم الاختبار اللي حكينا عنه قبل شوي. أي هو الذاكرة ولا الذكاء ولا شو ولا الموهبة والإبداع؟ الذاكرة على هذا على الضوء، يحفظ على الضوء الأحرف. مش على الضوء، على محل ما كبس
وعلم إذا عطى أخضر معناته صح، إذا أحمر يعني error. فوقت يكون أخضر بحفظ وين الأخضر، يكون هو الصح، وبدي عيد تذكره عدة مرات على التوالي عينا هو ذاته ليعرف الجهاز أني حافظ درسي تمام وما عم غلط. هيدي الفكرة. تمام دكتور، شكرا. مش الحال. طيب نجي لاختبارات الإدراك الحسي. هيدي بتقيس سلسلة من الخصائص والعتبات الحسية سواء بصرية أو سمعية أو لمسية للأفراد، ومقارنتها بمستويات معيارية من الإدراك البصري والسمعي واللمسي. يعني من هيدي الاختبارات مثلا اختبار عمل ألوان إذا سمعين فيه، واختبار عتبة السمع، واختبار حساسية الجلد. حتى ما نضلنا عم نحكي من فراغ، خلينا نشوف مجموعة صور. بس قبل خليني كمان فرجيكم نموذج لاختبار ذاكرة مكنن، وهيك بتوضح كمان مسألة التذكر والاستفادة من الاختبارات المكننة أكثر. وتلت الكمبيوتر، عم تسمعوني؟ لا مش الحال. طيب لا تطلع الصورة عندكم، فدوني إذا سمحت. بيّنت يا دكتور، طلعت مش حالة. طيب بيّنت. حأكبس بلاي. قبل ما أكبس بلاي ليكوا شو بدي منكم. وقت أكبس بلاي لمكنن حيعطيني مثلا أربع أمكنة على خريطة جغرافية. أربع أمكنة يمكن تكون مكتبة، يمكن مطعم ضمن الضيعة اللي أنتوا فيها من أي بلد الكان، بس هذه خريطة بتكون ستاندر. بدي أفترض بيروت أو الضاحية أو مثلا مدينة صيدا أو النبطية، بنت جبال، مرج عيون، اللي هن. فبتكون المعالم بالنسبة لألكم واضحين. هلأ مش بالضرورة صورة واضحين انه على مستوى التفاصيل عارفينه، لانه اذا عارف التفاصيل لا يعتبر اختبار ذاكرة. بدي افترض عطاك نطاق جغرافي معين، حط لك سلسلة من الاماكن الحيوية ضمن هيدي الخريطة، بمرق لك يون عبارة عن واندا بسيطة، عليك تحفظ امكنتهم، وبيشل لك ياهن وبيرجع بينتقل بيعطيك صفحة بيضاء عبارة عن الخريطة لهيدي المنطقة. تجي انت بدك تسقط هول الاماكن مثل ما حفظتهم باماكن ونطاق الجغرافي بشكل دقيق. هلا بتوضح اكبس بلاي. هذا لما كنا، خليني ارجع الاول ومن جديد. التمرين الاول اعطاني هول الامكن الاربعه، بدي احفظ اماكن وجودهم، شالون، بلش يسالني عنهم مكان مكان، وين محله، بدي سقطه محل تقريبا، عم سقطه مجرد بالدائره ما يسقط حسبه صح. المكتبي وين مثلا، وين كانت، برجع لذاكرتي بسقطها بمكان. هلأ صاروا خمس نقاط، بحفظ مكانهم تمام، هلأ بشيلهم، بدي أرجع سقطهم بأمكنتهم. دكتور هيدي الذاكرة البصرية؟ بالضبط. طب وشو اسم الثاني باختبارات الذاكرة؟ أن في سلسلة من المستويات على مستوى الذاكرة. عمليا هي ذاكرة العمليات هي الأساس بالسماء، أو قصيرة المدى بالأحرى هي اللي نحن نبدأ. أشفى هيدا مكان على هيدا النسب. عمليا في ذاكرة طويلة المدى من السهل جدا معرفة ما إذا كانت سليمة عندك ولا لا. هلا بيجي بقول لك أنت مواليد أي سنة، بتقلي، بقول لك أي شهر وأي يوم، بتقلي. هذا بدلل على أنه ذاكرتك طويلة المدى وبعيدة المدى سليمة وما فيها مشكلة. الذاكرة الحسية هي آنية ريل تايم، هلأ يعني شو عم تشوف، شو عم تحس، شو عم تشم، شو عم تدوق، شو عم تلمس، هيدي الحسية. ما يعنيني القصيرة المدى أو ذاكرة العمليات اللي هن النموذج اللي عم نعمل اختبارات عليه اللي هي بات الأصيل. فأذن الاختبارات اللي تانية اللي حكينا عنها من شوي، الإدراك الحسي كمان اللي بتقيس سلسلة من الخصائص والعتبات الحسية البصرية السمعية لمسية، قلنا عمليا مثل اختبار عمل ألوان أو عتبة السمع أو حساسية الجلد. كمان خلونا نشوف مجموعة من الاختبارات التي تعود لهذا الجزء من الاختبارات اللي هو الإدراك الحسي. كمان بدي منكم لا تطلع الصورة، الفتونة إذا سمحت. بيّنت. هيدا مثلا اختبار عمل ألوان. عمل ألوان على سبيل المثال خلونا كمان نشوف انتباعا،
مثلا بنتطرق لسلسلة من البطاقات، هذا عالم ياباني إيشيهارا اسمه، ركب مجموعة من الفقاعات على شكل ألوان، وفي تداخل الألوان بشكل أنه الأسوية الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل على مستوى عمل لون، نحن بنعرف عمل لون أو مشاكل عمل ألوان موجودة ومنشأة دماغ الإنسان. في عندي ما اصطلح على تسميته اصطلاحا باللغة العربية ثلاث مخاريط أساسية لثلاث ألوان، اللي هن الأحمر والأخضر والأزرق، عمليا مع بعضهم بشكله كل رؤية الألوان عند الإنسان. في ناس بيكون مضروب عندهم واحد من هودي الثلاثة المخاريط الثلاثة، فبيصير عنده عيب جزئي للألوان. في ناس بيكون مضروب عندهم اثنين من هودي الثلاثة، إما الأحمر والأخضر أو الأخضر والأزرق مثلا، اثنين من الثلاثة، فبيكون عنده عيب كلي للألوان حتى ما نقول عمل ألوان. الأسوياء بيشوفوا الأرقام اللي حنتطرق لها نحن وياكم تباعا بشكل، واللي عندهم عيب كلي بيشوفوا ألوان أو أرقام نحن ما منشوفها، واللي عندهم عيب جزئي ممكن يشوفوا كمان أرقام نحن ما منشوفها. هلا شو شايفين أنتم أي رقم؟ نعم. هيدي أبسط ما يكون، هيدي كلياتنا منشوفها سيئاً. بدي ألفت لنقطة أساسية، أنه هذا الاختبار وقت بدي نفذه بالمختبر، في بطاقات بتكون الريزوليوشن للقلم سليم، ببعد متر ونص عنا للبطاقات، تكون كبيرة نسبياً، إضاءة في زوايا معينة، مش بالصورة اللي عم نشوفها هلأ. فهلأ نحن من باب التجربة والاستئناس حناخد فكرة. البطاقة الثانية مين شايف للرقم؟ شو هو؟ ثمانية. منكمل. هيدا بطاقة ستة. البطاقة الرابعة؟ 29. البطاقة الخامسة؟ 57. البطاقة السادسة؟ 55. البطاقة السابعة؟ 3. البطاقة الثامنة؟ 15. البطاقة التاسعة؟ 74. حدا قال معلقة، بيكون ضعف انترنت عندكم. هلا نحن صرنا بالبطاقة التاسعة، شو شايفين؟ 74. بالضبط. البطاقة العاشرة؟ 74. 2. هيدي بطاقة 11. 6. 12. 94. 97. بطاقة 13. 45. البطاقة 14. 5. بطاقة 15. 7. بطاقة 16. 16. بطاقة 17. 73. بطاقة 18. 15. طيب بطاقة 19. 40. مش مبينة. طيب البطاقة 20. ولا هاي. البطاقة 21. ولا هاي. الأربع بطاقات اللي مرقوا خليكم حافظينهم، ماشي؟ الأربع بطاقات اللي مرقوا خليكم حافظينهم. منكمل. هيدي 26. هيدي 42. هيدي صرنا بال 35. وهيدي 96. لاحظوا معي، هذا الجدول هو المعايير. طلعوا صبايا وشباب، أنا استعرضت أنا وياكم ما يقارب بالضبط 25 بطاقة. بطاقة الأولى، لاحظ الأشخاص العاديين واللي عنده مشكل على مستوى عيب جزئي أو عيب كل الألوان كلياتنا بنشوفها 12. بطاقة الثانية، الأسوياء بشوفوها 8، اللي عندهم عيب جزئي بشوفوها 3، لاحظ في جزء منا انضرب عندهم، واللي عنده عيب كله ما بيشوف شيء. لاحظوا اللي عنده عيب كله بس بيشوف البطاقة 12، الباقيين كلهم ما بيشوف شيء. اللي عنده عيب جزئي بيشوف البطاقة 12، الباقيين بيشوفهم بشكل متغير عننا بقدر، لأنه تداخل الألوان اللي عامله العالم إيشيهارا بيخليهم يشوفوا أرقام غير اللي نحن شفناها. بالبطاقة العاشرة للبطاقة 17 نحن منشوف هيدي الأرقام، هن ما بيشوفوا شيء سواء عيب كلي أم جزء. بينما هو البطاقات الأربعة اللي أشكلوا عليكم اللي هن 18 19 20 21، نحن الأسوياء ما منشوف شيء، اللي عنده عيب كلي لاحظوا بيشوف هالأرقام، بيشوف 5 2 45 73، واللي عنده عيب كلي ما بيشوف شيء. هلأ بديش طول،
ببقية التفاصيل، لأنه بدي هم بهمني ابتداءً تاخذوا فكرة أولية لتشوفوا قديش هذه المواضيع مهمة. فإذا هذا نموذج كمان اللي هو اختبار عمل ألوان بيجي على شكل بطاقات ودفتر بهذا الشكل. فيما خص العتبات السمعية، خلونا نطلع من موضوع البصرية اللي شفناه من شوي. السمعي بيقيس عتبة السمع عندك. أنت عملياً وقت طلقت ريموت التلفزيون بلشت تعلي الصوت، في عندي العتبة المطلقة أو الابتدائية، أنا ببلش أسمع مثلاً من رقم 5 وطلوع. في عندي العتبة القصوى اللي هي 100 على مستوى التذبذب وصوت صاخب بيكون، كلياتنا بنتأذى إذا سمعنا الصوت العالي. في الفارقية هي ما بين وبين. فكل إنسان عنده عتبة دنيا اللي هي المطلقة الأولية الابتدائية باختلاف العمر وباختلاف الفروق الفردية. يعني واحد ختيار ليبلش يسمع يمكن على 20 بالفوليوم تاع التلفزيون ليبلش يسمع، تحت 20 ما بيسمع. طفل صغير يمكن على رقم 1 أو 2 يبلش يسمع. فبتلاقي اللي عنده مشاكل كمان بيصير في عنده ضعف، فهذا الجهاز بيقيس العتبة للصوت. هذا الجهاز اللي هو عبارة عن كيف البيكوليست الصغير، هذا بيقيس حساسية اللامس عند الإنسان. فكمان هو لو نحن موجودين كنا حضورياً كنا منشوفهم على أرض الواقع ونتحسسهم. عملياً ببلش بيعصب لك عيونك، بتغمض عيونك بس لحتى تستشعر اللمس تمام. بيحط راس المسمار هيدا اللي هون شايفينه بوسط مثلاً كفك، بتكون فاتحه، بديش قلك حدا عم يبصرك بس فاتح كفك، لمس المسمار بيقلك بكم مسمار حاسس. فبطبيعة الحال حتقله بمسمار 1. بيرجع هون المسمارين 2 بيبعدهم عن بعض ابتداء بمقدار 3 سنتي تقريبا وانت بعدك مغمض عيونك، وكمان بيلمسهم بدقرهم بإيدك اثنيناتهم مع بعضهم بارلل على بعض، بينزلهم وبيضغطهم بيقلك كم مسمار حاسس. فأوتوماتيكيا وتلقائيا ابتداء حتحس بمسمارين. مظبوط ولا لا؟ معي صبايا وشباب؟ ايه مظبوط. ماشي. بيرجع بعيد الكرة، بيرجع للمسمار الأول كمان بوسط إيدك وبيضغط كم مسمار حاسس، بتقله بواحد. بيرجع هو 3 سنتي بيقلصهم بيعملهم 2 سنتي مثلا وبيضغط لك فيهم كم مسمار حاسس، بتقله باثنين. يرجع بعيد الكرة وكل شوي بيصير يضعف المسافة بين المسمارين لا توصل على مطرح هالمسمارين نتيجة قربهم من بعض تحسهم مسمار واحد، يمكن بعضنا على 1 سنتي فرق يحسهم مسمار واحد، البعض الآخر لا حساسيته أعلى بده 0.5 سنتي فرق ليحسهم مسمار واحد، واحد حساسيته أدنى وأقل على 1.5 سنتي يحسهم مسمار واحد. وهيك منطقة الظهر وهيك منطقة الكف هيك منطقة الكتف، وبالتالي كلياته بدلل على حجم السنسورات العصبية واستشعار حاسة اللمس عندك. معروف أنه منطقة الظهر هي الأكثر حساسية عند الإنسان. هذا خصه كمان باحتساب علامات الألم لجهازك العصبي المركزي وقدرتك على التحمل. هذا كمان من الأجهزة المعتمدة بالمختبر. واضحة الفكرة؟ طيب واضحة دكتور. كمان نحن لنكمل المشهد نجي لنموذج آخر اللي هو اختبارات زمن الاستجابة اللي هو الرياكشن تايم، وبالتالي بتقيس عوامل الانتباه دقة سرعة عند الفرد بالتمييز الإدراكي والتعامل مع كافة المثيرات الخارجية سواء كانت سمعية ولا بصرية. ومن هذه الاختبارات اختبار زمن ردة الفعل للحركة أو ردة فعلك حيال الصوت أو ردة فعلك البصري، زمن التوقع، زمن اتخاذك للقرار. يعني هيدي ردة الفعل كمان يا نرجس من شوي نحن وياك عم نحكي كنا بالآي كيو بالوراثة، كمان هيدي ثبت علميا انه منشأة وراثي بحت وفق اي معنى. هلا وحدنا اليوم بيكون على الشارع، بدي افترض شاب من الشباب وطحش موتوسيكل عليه او حدا كبل له شي حجرة نازلة على راسك ابدا شايفها جاي، في ناس ردة فعل لا ارادية التلقائية المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي بتخليك مباشرة تعلي إيدك وتصد الجسم الغريب اللي جاي يضربك، أو أقله تحتاط تخبي راسك وتقعد بالأرض. فهيدي خاصة بالرياكشن تايم، بردة الفعل عند الإنسان لا الصوت ولا الضوء ولا الألم. ردة الفعل إلنا في فروقات فردية بيناتها. خلونا نشوف كيف منقيسها باستعراض شوية أجهزة لأنه كمان مسألة جداً حساس.
لا تطلع الصورة في دوني إذا سمحتوا كمان. هي دكتور مش الحال. ماشي. طيب. خلونا نشوف سلسلة من الأجهزة التي ترتبط بردة الفعل. خلونا نبلش بالعكس نسبياً. نبلش بهذا الجهاز. بيجي عملياً. تقعد أنت بهذا المكان كمفحوص. بيقعد منفذ الاختبار أو الخبير بهذا المكان. هذا نوع من الأجهزة مبرمج إلكترونياً بشكل. بيجي بقول لك أنا مثلاً هلأ بعد شوي حأكبس لك زر. بدي منك شغلة. أنت حامل هول مسمارين عبارة عن أقلام. مرة بديش عقد لك الموضوع. بحملك مسمار واحد منهم. مثل الألم اللي بيك تضغطه من فوق. بس هذا عبارة عن سويتش. سنسور سويتش. زر كهربائي معين. كيف أي زر أو أي جرس تضغطه من فوق. عمليا بدي أفترض قلت لك حمول بإيدك اليمين هيدا الألم. وبدي منك شغلة. عمليا بشكل عشوائي. في عندي هول الألوان الخمسة. الأزرق والأحمر والأخضر والأزرق والكحلي عفواً والأصفر بدهم يضووا بشكل متتابع وعشوائي. بدي منك بس وقت يضوى اللمبة الخضراء تضغط تستجيب وبيبلش بشكل عشوائي بأجزاء من الثانية وبشكل سريع نسبياً يبلش يضوى تبعاً. فأنت مطلوب منك بس وقت يضوى الضوء الأخضر تستجيب تضغط الزر. فبتبلش هذه العملية كمان بتصير سلسلة عمليات ما يقارب 25 مرة. كل مرة بيضوى لمبة وممكن أنت هون تغلط قوم على الأحمر الضوء أو على الأصفر الضوء وهذا الشيء خطأ. الجهاز بيسجل كل البيانات. اللي بدي يشير له أنه هذا الإنسان إذا كان على مستوى استجابته وردة فعله كتير قوي ما بيغلط بتخف الأخطاء سرعته بتكون عالية وأخطاؤه قليلة. فعمليا نحن من خلال هذا الجهاز فينا نقيس ردة فعلك على مستوى البصر. نفس الشيء الصوت إلغى إذا بدي استخدم شيء خاصه بالصوت وبالهيرتز بعطيك زمور. زمور حاد مثلا في له فريكوانسي للزمور الصفيره اللي عم تطلع في شيء مضخم في شيء ما بين وبين بقول لك انا على هيدا الزمور الحاد بس بدي اياك تستجيب وبلش عقد الاختبار. كمان ممكن حملك زران يمين شمال بقول لك وقت يضوي اخضر بتكبوا الزر اليمين وقت يضوي الاحمر بتكبوا الزر اليسار والاصفر والازرق والكحلي ما تستجيب عليهم وبلشوا يدوروا بشكل عشوائي ومتتابع وسريع. وهون عمليا قلنا كل الأخطاء اللي ارتكبتها وكل الاستجابات السليمة بيطلع عندي أخر شيء معدل وسطي لاستجابتك. هذا فيما خاص قياس ردة فعلك للصوت وللضوء. عندي كتير من الأجهزة اللي بتقيس هذا النوع من القدرات. هون نموذج تاني مثلا لقياس أيضا ردة فعلك واتخاذك القرار. عمليا هون بحط ورقة A5. هيدا الجهاز مش كبير صغير عبارة عن خشبة مثل ما شايفينه. ورقة A5 يعني استحوت هيدا المكان وبيقعد بده يخضع الاختبار بهيدا الجهة. وأنا كخبير بقعد هون بقول لك حط لي ألم وقفه بشكل عمودي ألم رصاص واللمبة وقت تضوي اللون الأخضر عندك بس دغري مباشرة بترسم لي خط بالألم رصاص باتجاه اللمبة الخضراء. لمح البصر بدك دغري تتحرك باتجاه اللمبة الخضراء إذا ضوت وإذا ضوت أحمر ما تتحرك. وببلش أنا هون حاطط صبيعي كخبير ومخبيين منو شايفهم الخاضع الاختبار وببلش بشكل عشوائي اضغط له أحمر أخضر أحمر أخضر يمين شمال وبشوف ردة فعله. مفترض يكون في كاميرا عم تسجل لي هيدي البيانات وردات الفعل لإله. فهون قدرته على اتخاذ القرار وسرعته أو تسرعه كلياته ببين. وفي منه أجهزة إلكترونية اليوم متطورة لقراءة هيدي الاستجابات والنتائج. بدي ألفت لشغلة أنه بأوروبا على سبيل المثال هيدا مثلا حاطين هون حاجز حتى ما يشوف صبيعي ورا نفس المنطقة اللي حكينا عنهم شوي. بأوروبا أي إنسان بده يحصل على دفتر السواقة سيارة موتوسيكل بيسوقوا طيارات قبطان طيارة أو مترو أو قطارات كلياته بده يخضع لهالنوع من الاختبارات. إذا ما نجح ما بيخلوه يسوق. وبالتالي نفس الشيء افترضوا ببعض الوظائف والمهن والأمور اللي فيها كتير دقة عالية وما بتتحمل الأخطاء. افترض شوفير إسعاف عم يتعامل مع سلسلة من المثيرات وبده ينتبه ما بده يضرب سيارات ويعمل حوادث. الحال اللي معه بده ينقلها بأقل خسائر كمان جوار خضات إلى آخره بده التفات. وبنفس الوقت بده يكون محترز على إيصال هيدي الحالة المرضية للمستشفى بأقصر وقت فبده يطير. فإذا ما كان ناجح بهالنوع من الاختبارات فمنفوت بالحيطان وبالتالي بتسوق
الأمور. فمهم جدا الاختبارات. خلونا نشوف اختبار منه مكنن إلكتروني لقياس ردة الفعل. لا تطلع الصورة بس الأولى إذا طلعت. بيّنت. احضروها. هذا بعلم النفس الرياضي كمان ردة الفعل نحن بكل الاختصاصات دقيقة بعلم النفس نستفيد منها. لاحظوا هذا هلأ شو بده يعمل. في عنده لمبات بده تضوي. محل ما بتضوي بده يستجيب تكون ردة فعله يطفي اللمبة. هذا الجهاز بيسجلنا سرعته ببلش عداد الوقت وعدد الاستجابات. هيدا أحد الأشخاص المتميزين على مستوى ردات الفعل الصائبة والإيجابية. خلونا نشوف نتيجته شو كانت. رقم قياسي عمليا 152 استجابة ب 60 ثانية. هيدا نموذج لاحظوا 152 استجابة ب 60 ثانية بدقيقة واحدة نفذ هالنوع من الاستجابات. هيدا شخص يوصف عمليا أي واحد بينجز هذا النوع من الاختبارات كتير دقيق وعمليا قدرته أو ردة فعله جدا مهمة ومتميز. طيب كمان بعجالة خلونا نكمل. عندي اختبارات تعلم الحركة كمان بتقيس سلسلة من الخصائص المتعلقة بمستوى تعلمك وقدرتك على الاستيعاب والتعلم وقدرتك وسرعتك بحل المشاكل والتخطيط الاستراتيجي. من هذه الاختبارات تتبع المتاهة، برج هانوي، برج لندن. كمان حنشوف وسائل إيضاح لتوضح الفكرة أكثر. لا تطلع الصورة كمان في دوني إذا سمحتوا. طلعت الصورة؟ مش تعلم الحركة. لاحظوا معي كمان يستفاد منه لهذا الاختبار تحديدا لقياس الذاكرة عند الإنسان. عندي متاهة معينة بدي أتحرك من نقطة انطلاق لنقطة وصول. في عبارة عن ممر إلكتروني محسوب ومبرمج، هو سوفتوير وهاردوير موجودين ضمن هذا الجهاز، بيخولني اتحرك من نقطة الانطلاق لنقطة البداية بشكل سليم وفق مسار واحد. فبلش جرب هون. عمليا بدي اضغط مثلا هذا الخيار الاول للانطلاق، الزر الاخضر. اذا عطى ايرور بدي استفيد من خيار ثاني اللي هو هذا. كمان عطى ايرور بضغط هون. فعلى فرض ضغطت هون وقام تقلت الإضاءة من هذا المكان لهذا المكان، تكون كبست الزر الصح. بدي أحفظ وين كبست. كمل كمان هذا احتمال، ضغطت وعطى إيرور، ضغطت هذا صح، تقلت الإضاءة لهون. فبدي أحفظ، حركت بهذا الشكل. وبكمل ضمن هذه الخطوط لأوصل على هذا المكان. من المفترض وقت وصلت أول مرة وفق تسلسل منطقي ومنهجي واحتساب دقيق، إذا بدي عيد الكرة بدي أضغط نفس الأزرار اللي ضغطتها واللي سجلتها على أنها صح. بدي كرر العملية ثلاث مرات على التوالي ليعرف الجهاز أن أنا استوعبت وحفظت وبالتالي نتيجتي إيجابية. فبكرر هالعملية ثلاث مرات بعد ما أبداً بكون أول مرة غلطت عندي مثلاً سلسلة أخطاء. ثاني مرة عدت الكرة بقلص الأخطاء لأوصل على مطرح أحفظ واستوعب تمام الدرس. فببطل عندي أخطاء. وقت يبطل عندي أخطاء بدي عيد عملية ضبط الإيقاع وزرعهم والانتقال ثلاث مرات على التوالي صح مثل ما عملت باختبار الذاكرة من شوي ليعرف الجهاز أني أنا تعلمت واستوعبت. نموذج تاني. في نموذج سهل ونموذج صعب.
هون عمليا كمان عندي متاهة عبارة عن حواف محفورة ضمن لوحة خشبية 30 سنتي 40 سنتي 30 سنتي منها كتير كبيرة. عندي ألم إلكتروني بينحط مع كاونتر جهاز احتساب للوقت والأخطاء، حنشوفه بس للجهاز اللي بيكون مرتبط بهذا السيستم، بنشوفه هلأ بعد شوي بجهاز تاني، لأنه هن يعتمدوا هود الكاونتر تعول الاحتساب بشكل مستقل اكسترنال بيكون بينوصل هون لبعد شوي بنشوفه. فبيقعد هذا الشخص بيحط ألم إلكتروني هون وبده يتحرك بالمتاهة من نقطة الانطلاق لنقطة الوصول على المقلب الآخر. بس اللي بيصير بعطيه دقيقة 60 ثانية ليحفظ الممرات، وبرجع بغمض له عيونه بعصبة معينة بكاسك معين بطل يقشع وبده يبلش يتحرك. مجرد ما يصطدم بالأماكن الخطأ هون في مسامير نحاس بنهاية هذه الممرات، فبيعطي زمور وبالتالي بيسجل لي ايرور. فمفترض أنا ما أوصل لهالمطارح، بدي أمشي على النص اتحرك عمليا، بنفذ العملية أول مرة برتكب سلسلة أخطاء، بعيد الكرة بتقل الأخطاء، كل ما عدت الكرة كل ما قلت الأخطاء دليل عافية، بوصل على مطرح بالنتيجة بوصل دون أخطاء. بتحرك من المجموعة الأولى السهلة للمجموعة الثانية اللي هي أصعب منها، كمان بعطيه دقيقة ليحفظ المتاهة وبرجع بعطيه الألم الإلكتروني بصير يتحرك بأقل خسائر ممكنة وصولا إلى تجاوزها وعبورها دون أي أخطاء. هودي بيقيسوا قدرتي فأزن على التعلم الحركة وعلى مستوى الاستيعاب عندي كشخص. بنشوف هذا نموذج برج هانوي مثلا، بعطيك هذه الأجسام وبالتالي بقول لك بدك تنتقل على واحد من هوت اثنان وتركب هالأشكال الهندسية الخشبية من الأكبر للأدنى، وصولا إلى أنه الخامس اللي فوق بده يكون هو الجسم الأصغر، كمان إلى احتسابات دقيقة. هيدا هون برج لندن كمان من الاختبارات المهمة، بعطيك مشهد بيكون عبارة عن نقطة انطلاق عامل مثل راسة معينة، وبلش أعطيك أشكال هندسية معينة وبقول لك نفذ لي مثل لهيدي الأشكال بأقل حركة ممكنة لانتقال هيدي الأجسام. في بعض الأجسام لتنفذها مفترض تنفذها بحركتين مش أكثر، في البعض الآخر بده ثلاث حركات وصولا لخمس حركات، حنشوفهم فيديو بيوضحوا أكثر وبتفهم المقصود. لا تطلع الصورة بس قولوا لي إذا سمحتوا كمان. طيب هيدا نموذج، لاحظوا معي مثلا، هلا انا وقفت الصوره بس هي بتمشي بالمكنه بشكل الكتروني وسريع، وبيكون معك وقت زمني كتير ضئيل، عم يعطيك هذا السهم الاحمر وعم بيقول لك لوين بيوصل على اي رقم منهم. فهلا انا اذا بتتبعه بشكل بطيء بعرف انه لوين بيوصل على 8، فبضغط 8. بس اللي بيصير انه المكنن موضوع سريع، فبالتالي بيقيس قدرتي على الاستيعاب وعلى التفكير والتحليل بشكل سريع. حاكبس بلاي وحتشوفوا السرعة كيف. حاولوا أعطوا الرقم أنتوا على السريع. أربعة. سبعة. خمسة. ماشي، شفتوا السرعة كيف؟ هذا نموذج المكنن. حنشوف برج لندن كمان اللي بيشبه برج هانوي، كثير مهمين هولي مثل لعبة الشطرنج، بيقيسوا قدرتك حتى على التحليل، حتى على موضوع الاستيعاب إلى آخره. حنشوفه كمان. بين؟ بين. طيب. إيه دكتور. لاحظوا هون. بيقول لك هذا الشكل هو الهدف. طلعوا عندي ثلاث عواميد خشب مثل اقلام نزل فيهم الطابات، هيدا هو هدفه، بيعطيك هيدي المجموعه بهذا الشكل، بيقول لك نفذ لي مثل هيدا الشكل، بحطه بالخلفيه قدامك ممنوع تلمسه، انت هالمجموعه حقك تحركها مثل ما بدك، بحركتين نفذ لي مثل هيدا الشكل. برايكم تحت شو لازم حرك اول شيء؟ سهلة، بنحط الزرقاء مظبوط، والحمراء على الشمال كون حققت هذا الشيء. هيدا الموضوع البسيط والسهل، نبلش بحركتين لنوصل نعقد الأمور. خلونا نشوف كيف.
يكون صح. هذه عملية مثل أعطاني. من حرك الصفرة على اليمين بيرجع على الحمراء على الشمال. هذا النموذج ابتداء بيكون عبارة عن مثل بيجي للأساسي للاختبار. حنشوف نتيجته كمان. هون ثلاث حركات. هون شو بنعمل يا الصبايا ويا الشباب؟ منجيب الحمراء على النص، منحط الزرقاء فوق. حركي حط الحركة الحمراء مسكر عليها. لا أول شيء الأصل. حط الصفرة بالطويلة والزرقاء فوق والحمراء على الطويلة. الطويلة بيجي الزرقاء فوق بترجع بتصير. 100% يلا خلونا نشوف. حتى رجعكم بس للمشهد اللي شفناه من شوي بعد الصورة طالعة. ايه. هيدا البرنامج اللي أنا بعتمده كخبير وكمعالج وكأخصائي. هيدا بيكون قدامي ما بيشوفه الشخص، بصير أنا أقدم له هيدي الأشكال. أول شيء نقطة البداية هيدي بتضلها قدامه وبلش أعطيه الأشكال بالتدريج، أنا بشكلهم بحطهم وراه بالخلفية وبقول له مقدار الحركات المطلوبة. بيكون معي كاونتر جهاز تسجيل للدقائق والثواني بشكل محكم ودقيق وبسجل البيانات. هيدا إذا كان مانوال ويدوي الشغل، بينما الإلكتروني بيكون أهم وأفضل. طيب نجي لعمليا اختبارات عندي كمان تنظيمية 9 بتقيس سلسلة من القدرات والخصائص اللي مفترض توفرها عند الأفراد المرشحين للأعمال المواقع التنظيمية المتعددة، مثل اختبار هيرمان أو مقياس هيرمان ومقياس تفضيل المهني أو رضا الوظيفي. هيدي مقاييس واختبارات تنظيمية. عندي اختبارات علاقات شخصية كمان بتقيس سلسلة من الخصائص المميزة للأفراد ببيئة بتتطلب مستويات تواصل وتفاعل، ومن هيدي المقاييس أو الاختبارات اختبار التفكير الاجتماعي أو مهارات الاتصال ومقياس مهارات الاستماع. بعد عندي عملياً 4 نماذج اللي هن اختبارات القدرة بتقيس خصائص موروثة عند الفرد ترتبط بقدرة الجهاز العصبي عنده على القيام بالأعمال اللي بتتطلب توازن جسدي وتناسق بصري وحركة، ومن هيدي الاختبارات اختبار القدرة على التوازن تناسق الذراعين والتناسق بين العين والإيد. حنشوفهم كمان بشكل موجز وسريع لاختبارات القدرة لتطلع الصورة بس في دوني إذا سمحت. بيّن الدكتور. أوكي كتير منيح. هون لاحظوا عمليا بلقط هالقبضتين السورد بإيد اليمين والشمال، عندي مسمار نازل ضمن الحواف على هيدي النجمة. هلا حطن لها نجمة داود تقولوا إلى شغل الأمريكان. فعمليا نجمة سداسية مسابة، هلا منيحة طالما قصة حفر، وإذا بتحطوا كبريتة بالأسفل وبتولعوا بيكون منيح. فعمليا بلش نتحرك باتجاه اليمين. مسألة تآزر هون صارت، يعني خاصة بالقدرة الموروثة اللي بترتبط بجهاز العصبي، تناسق أو تآزر بصري حركة، لازم أتحرك يمين شمال وبدأ دقة وبدأ أحكام حتى ما أطلع برات خط النجمة اللي هو اللون الأسود اللي هو عبارة عن حفة صغيرة بدي ضلني ضمنه. هذا نموذج تاني، هذا الكاونتر من شوية اللي كنت عم قلكم عنه الإلكتروني اللي بيتركب بكل الأجهزة، في له مكان للتركيب عبارة عن دائرة إلكترونية مغلقة تامة، وبحمل هذا المسمار بحطه بموضع الحواف ضمن النجمة وبدي أتحرك على مدى استدارة أو استمرارية النجمة من يمين لليسار. بس الصعوبة بالموضوع أنه هلأ أنا عم طلع مباشرة بالنجمة، هذا الشيء خاطئ لأنه الاختبار بيطلب مني أعزل رؤيتي وعيوني بيشوفوا هذا السطح من فوق وبشوف النجمة على المراية. فعمليا وقت تحرك يمين معناتها بكون تحركت يسار على أرض الواقع والعكس صح. فمسألة كتير معقدة وصعبة وتحتاج إلى نوع من التآزر الدقيق والمحكم حتى ميز حركتي، ومنا يمين شمال بس حتى أعكس حركة إيدي، لا كمان فيها زوايا متعرجة مثل ما شايفين. فالموضوع كمان صعب وبدو وقت. هذا الجهاز بيقيس تناسق حركة اتزان القدمين، بوقف وبصير يتحرك مثل اللي طالع على موتوسيكل أو طلع له بأي جهاز أو جسم بيطلب منه نوع من التآزر والتوازن. فكلياتها من الأمور المهمة التي يمكن الاستفادة منها
لقياس القدرة. هون عمليا عندي مسمار إلكتروني اللي هو القلم هذا الأسود، وعندي هذا المربع عبارة عن نقطة عم تومد بالضوء وبتصير تتحرك بشكل عشوائي، وبدي ألحقها كمان بالمسمار، ضلني مفوكس عليها ومسدد عليها. كمان قديش أيمتى بطلع عنا بيحتسب لي خطأ، لازم ضلني فوقها ليحتسبها صح، فهذا يرتبط أيضا بقدرتي كشخص. هذا نفس المنطق عبارة عن أجهزة إلكترونية هاردويرات معقدة للتعرف على قدرتي. هذا فيما خص القدرة. فيما خص اختبارات القوة كمان بتقيس سلسلة من الخصائص الجسدية والعضلية للأفراد بالأعمال اللي تتطلب بدل جهود جسدية. من هذه الاختبارات اختبار قوة الظهر، الساقين، قوة الذراعين وقوة العضلات. كمان خلونا نشوف نموذج نحن وياكم من اختبارات القوة لتطلع الصورة الأولى. عملياً لاحظوا هذا النظام في منه يدوي وفي منه ديجيتال. عملياً هاي القبضة إذا بالقطة وبضغط عليها بصبيعة بشد بوكس بيعطيني على الإبرة فوق أداء قوة أو حجم القبضة والضغط عندي. هيدي صارت ديجيتال. هون كمان بالقطة بضغط عليها بيعطيني على شكل أرقام إلكترونية حجم القبضة والشدة بإيد. عملياً هذا الجهاز كمان يقيس قدرة العضلات للإيدين الزراعين اثنان بشدة طلوع، وعبارة عن عداد بيكون يرتبط بالجهاز وبيعطيني حجم قوة الشد. جهاز جاكسون عاملينه الأمريكان علم نفس الرياضة وغيره من العلوم التي تستلزم قياس القدرات والقوة الجسدية والعضلية عند الإنسان كمان يستفاد منه. عم نشوفهم كلهم على سبيل كافة موجودات المختبر. عندنا اختبارات المهارات الحركية. تفضلي، ما سمعتك شو قلتي؟ هلأ بيستعملوا؟ أكيد أكيد، هولي كتير حديثين سابي عنا للأسف. نحن هلأ بالجامعة وبلبنان بشكل عام مغيبين عن هيدي القدرات أو هيدي الأجهزة، ولأني عالمياً هودي أحدث أجهزة عالمية معتمدة. اختبارات المهارات الحركية بتقيس سلسلة من الخصائص والمهارات الحركية اليدوية المكتسبة. هون يا نرجس رحنا للاكتساب اللي ممكن تعزيزها من خلال ممارسة وتدريب. عم نحكي مهارة مش قدرة، وهيدا الفرق ما بين المهارة والقدرة. فهون مهارة قابلة للتعزيز والتدريب والتطوير والممارس، يستفاد منها بالأعمال اللي بتتطلب مهارات باستخدام اليدين. من هيدا الاختبارات اختبار ثبات اليد، واختبار مينوستا المهارة اليدوية، واختبار رودر للكفاءة اليدوية. كمان خلونا نشوف مجموعة من الصور على مستوى اختبارات المهارات الحركية. لا تطلع الصورة الأولى إذا سمحت. بيّن. عملياً طلعوا صندوق صغير خشب سطح معدني فوق، في فتحات بتشوفها للوهلة الأولى بتفكرها ستاندر، لا هي عملياً على مستوى القطر والسمك تختلف عن بعضها البعض بالديزيامات الوجيزة والضئيلة. بينعطى هذا التابروير الصغير بقلبه ما يقارب بالضبط هذا النموذج 50 قطعة معدنية، كل 10 منهم بيتشابهوا على مستوى القطر والسمك، وبالتالي كل 10 منهم ركوبهم بمكان واحد من الأماكن الخمسة اللي شايفينهم لجهة اليسار. بتحملوا ياهن للي بده يخضع الاختبار بشكل عشوائي، بتكون خالط له ياهن وبتعطيه ياهن بإيده وبتقول له بلش سقطهم بأماكنهم، وبيبلش بتشغل له عداد الوقت، بتشوف عدد الأخطاء المرتكبة، قديه نزل صح وبأي وقت أنهى العملي. هذه كلياتها تدلل على نوع من المهارات على مستوى التآزر وعلى مستوى استخدام الأصابع، وعمليا في كتير أجهزة بتقيس هذه النقاط. هذا جهاز معقد أكثر، عاملينه الأمريكان ومقلدينه بأوروبا بعض دول شرق آسيا. كمان هون عمليا عندي هول فتحات مثلا عبارة عن دوائر، لاحظوا وينهم، بتبلش من 10 مليمترات وبتصير تنزل قطرة 9 ملي 8 7 6 5 4 3، وعندك مسمار إلكتروني بيقيس ثبات الإيد. هون إذا كنت يميني بيعطوك اللون الأسود، وإذا عسراوي اللون الأحمر، وبتبلش تسقط بيعطيك ببلش بالعداد سقط المسمار بوسط الدائرة بلا ما تلمس الحواف النحاسية والإلكترونية، إذا لمسهم بيعطي إيرور. عمليا كلياتنا بننجح بإسقاط المسمار بالدائرة الأولى لأنها متسعة 10 مليمتر، ونبلش ننتقل 9 8. في ناس بلش تأشكل عليها هون، في ناس تقدر تكمل على مستوى ثبات الإيد وما في رشفة بإيدها وكتير دقيقة لتوصل لهون.
يعني بدي افترض انا عندي مجموعه من الاطباء الجراحين لجيين يختبرون دكاتره التجميل، حكم اسنان، ما بعرف شو من اختصاصات، وبدك تشوف حجم ومستوى ودقه ثبات ايدهم، فبالتالي تخضعن لهذا النوع من الاختبارات. هون نفس الشيء، بيوضع المسمار وبيتحرك ضمن الحواف بلا ما يلمس الجوانب من نقطه انطلاق لنقطه نهايه على المقلب الاخر، فكمان بتقيس الرشفه وثبات الايد وثباتها. هون نفس الشيء، اذا كنت يميني او يساري من الجهتين بصبيعك بدك تشيل هيدي المسامير على شكل مثل ميرور ما بين اليمين والشمال، بتشيل المسامير من الجهتين وبتصير تسقطهم بالفتحات الصغيره اللي لقلهم هون، شايفهم من فوق لتحت، كمان بتشوف الوقت وعدد الاخطاء المرتكبه. هيدي نفس السيستم اللي شفناه هون، بس الثانيه قديمه لعبانينا نحن وصغار، يمكن رندلات وعم تحركهم من نقطه انطلاق لنقطه نهايه على المقلب الاخر، وبتتطلب منك مستوى من التآزر والدقه. هون نفس الشيء كمان، عندي هالدوائر وفي فتحات وعمليه تآزر، وبدي سقطهم بالفتحات المخصصه لهم. نفس الشيء هون كمان، بصير في عندي الالوان قياسات فارقه شوي عن بعضها البعض واسقاطهم بالاماكن الصح. هون عمليا بتقيس سرعتك على حركه اصبعك وبشكل الكتروني، هون بتحط اصبعك راس السبابه على هذا الموضع، ويعطيك الخبير الاعاز بالانطلاق، فبتشيل اصبعك وبتصير تضرب هون قد ما فيك بشكل سريع، ضرب 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 ضرب، وبتسجل بدقيقه مثل ما اشتغلت على الرياكشن تايم بالايدين. هون اصبع واحد شلته بلحظه معينه بلش العداد معك دقيقه، وبتصير تخبط على هذا الموضع ويحسب لك كم ضربه ضربت. هون اللي بيشتغلوا عزف، اللي بيشتغلوا داتا انتري بكل البيانات قد ايه سرعتهم، كلياته يتم توثيقه وتسجيله باستخدام هذا النوع من الاجهزه. هذا نفس النظام بس يدوي، اللي قبله الكتروني، كمان بتبلش تخبط بصبيعك بشكل سريع سريع سريع، وهذا العداد بيسجل لك عدد الضربات اللي قدرت تنفذها بغضون دقيقه. نفس الشيء هون، تقعد بهيدي الجهه، الخبير بهيدي الجهه، عندي المسامير باليمين والشمال بدي سقطهم بمواضعهم، بيرجع عندي رندلات، بيرجع عندي اساطيل صغار بدو يتسقطوا فوق بعضهم البعض. هون بهيدي الكيفيه اللي حكيناها من شوي، وهذا نظام الاخير من ضمن اجهزه المهارات الحركيه. نيجي للنموذج الاخير اللي هو الاختبارات الفيزيولوجيه، بتقيس الانفعالات الصادره عن الافراد بفعل الضغوط اللي بيتعرضوا لها واللي بتزيد مستويات التفاعل عندهم. يمكن من خلال قراءة الانفعالات ورصدها من خلال أجهزة قياس متطورة وتشخيص هذا الأمر والعمل على السيطرة عليه من الاختبارات، في جهاز كشف الكذب، في عنا سلسلة أجهزة البيو فيدباك. نحن وياكم بمرة من المرات شفنا واحد من هالأجهزة، وعمليا يقيس إما الاستجابة الجلفانية للجلد GSR تيمنا بالعالم الإيطالي جلفانيك، أو قياس كهربائية العضل الإيميجي، أو قياس كهربائية القلب الاي سي جي. فعمليا هيدي مساله معقده شوي، بس خلونا نشوف صور وبشكل موجز وسريع عن هيدي الاختبارات الفيزيولوجيه. كمان لا تطلع الصوره الاولى اذا سمحتوا. طيب ماشي. المره الماضيه انا وياكم شفنا هذا الجهاز، بتذكره بايو فيدباك، بيساعد على نوع من الكنترول والسيطره على الانفعالات، تحديدا موضوع التوتر، ما حارجع اشرح عنه. فكلياتها هيدي المنظومه بتحاكي الشيء اللي حكيناه المرة الماضية، باستثناء في عندي إضافة اللي هو جهاز كشف الكذب، إذا حدا عنده فكرة عنه. كمان الأجهزة الفيزيولوجية اللي بيقيس التوتر والخوف أو القلق عند الإنسان، كمان عبارة عن منظومة متكاملة علميا موثقة، هو أصل استخدامه مدني، تم انبثاقه وتطويره من خلال الاستفادة من كافة الإشارات الحيوية والبيولوجية والفيزيولوجية للإنسان، من دقات القلب لضغط الدم للتعرق إلى آخره. فيعتبر كمان الأجهزة اللي يمكن أن يحتويها مختبر علم النفس بكامل مندرجاته. هذا عبارة عن نظام صغير بيقيس كمان التوتر عند الإنسان، سنسور بينحط وبيقيس حجم التعرق الناجم عن الغدة العرائية نتيجة أي حوافز بتخلي الإنسان يتعرض لنوع من التهديد على مستوى التوتر والخوف، وبالتالي تعطيني بالأرقام ديجيتال حجم التوتر الموجود. فهون بيقعد الإنسان بيستفيد من ممارسة أي طقوس أو أي نوع من تقنيات التأمل أو الاسترخاء أو التنفس لحتى يرجع يضبط الإيقاع
ويحافظ على التوازن الانفعالي البيولوجي والفيزيولوجي عند الإنسان. هذا اللي حبيت ضوي عليه اليوم. إذا حدا عنده أي استفسار قبل ما نروح لترشيحات الأسئلة والمواد المطلوبة والمطلوب للامتحان يتفضل، بس قد ما فيكم خلونا نعجل إذا سمحتوا. سهاد تفضل يا سهاد. تفضل. مش هيدل، مش هول الاختبارات بعض منهم مش بتحسن إنه كأنه بمثابة تدريب للشخص، يعني أكتر من إنه اختبار لإله؟ هلا البايو فيدباك تحديدا إذا قصدك الأجهزة الفيزيولوجية، كمان في شيء كمان بالمهارات الحركية خاصه بكافة القدرات عند الإنسان التي تعينه على افترضي بعض على اتخاذ بعض المهن، بعض الوظائف اللي خاصة بمعامل الإنتاج، خطوط الإنتاج بأي مؤسسات. نحن ما يعنينا بعلم النفس المدرسي بجزء كبير منهم يرتبط بقياس قدرة هذا الطفل أو التلميذ على التآزر البصري، الحركة، قابليات التعلم إلى آخره. فيكن أنتوا تستثمروهن حيث تدعو الحاجة. أي تلميذ بمؤسسة تربوية بدنا نقيس أو نشخص أي قدرة أو أي مهارة من قدراته ومهاراته أو استعداداته أو ميوله، صار فينا نتذكر هيدي الاختبارات كمنظومة متكاملة ونستثمرها بلحاظ الحالة اللي عم نشتغل عليه. نهى زيبة تفضلي يا نهى، عم بسمعك. بس عندي بعض سؤال، سوري. تفضلي يا سهاد، تفضلي معك، عم بسمعك. لو كانت مطلوبة هالمحاضرة، يعني كيف كان، شو بيجي عليها أسئلة؟ هيدا مقرر كامل متكامل بتاخدوه كامل. هيدي المحاضرة هيدي مش مطلوبة منكم بالامتحان، أنا قلت لكم تاخدوها على سبيل الاطلاع، هي موجودة بالمقرر ومطلوبة، بس ما حيجي شيء منها بالامتحان. أنا بهمني عملياً أنتوا هيدا الموضوع تطلعوا عليه وبعدين تتوسعوا فيه بضمن مقررات تانية. ماشي دكتور، حضرتك عطيتنا الصورة عن الاختبارات اليوم، بس لتعرفنا عليهم ليكون مرئين معنا. يا زينب هولي أكيد حتشوفي، هلأ أنت فيك تقدري صار وين بدك تستثمريهم بعلم النفس المدرسة. في جزء كبير منه أنا عطيت الكل باعتبار ما روح عليكم شيء، حتى ما تأشكل عليكم بعدين بالربط والتحليل تقولوا هيدي أخدينا ومش أخدينا. عملياً بقدر عطيتكم يا ما حتلاقوه بأي مادة تاني، مع احترامي لكل اللي حيعطوكم مواد، لأنه هولي باكورة شغل أنا بأطروحة الدكتوراه استفدت منهم وجمعتهم صدقاً صدقاً صدقاً، ما عم بالغ 21 يوم ليل مع نهار، صدقاً 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 لجمعت هيدي الداتا واحتويتها من كل الجوانب وضويت لكم، عطيتكم السبوتات منها لأنه هن الداتا اللي عندي كتير 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 مكثفة. عطيتكم نماذج لهيدي المجموعة من الاختبارات فيكم تستفيدوا منها بهيدي المادة وبكل المواد بالمستقبل. طيب نهى، بعد عندك سؤال يا نهى؟ هلا هو مش سؤال دكتور إجمالا، بس أغلب الاختبارات اللي أنت عطيتنا إياها هلأ وشرحتها، بتحس إذا أنت بتفوت على البلاي ستور وحطيت ألعاب للذكاء موجودة ثلاثة أرباع بالبلاي ستور، يعني إذا نحن بألعاب للأولاد ممكن تلاقي شيء ألعاب للأولاد هلأ مثلا ممكن. إيه بس هو كله سوفتوارات، نحن اللي شفناه نحن وياك يا سهاد. أنا مثلا أسست لسلسلة مختبرات على مستوى الأراضي اللبنانية هاردويرات، يعني بسوفتوير، لأنه في فرق ما بين التطبيق العملي الملموس وما بين النظري، فالهاردوير بيختلف الإيقاع عن السوفتوير أكيد، ويختلف عن الورقة والقلم، كلياته له خصائصه التي ترتبط بقياس واكتشاف هذه القدرات والمهارات عند الإنسان. فبيبقى أنا عطول بلحاظ الوظيفة أو المهمة أو الهدف بنتقي وبنتخب وبطبق. أنا بهمني يكونوا أخذتوا فكرة عامة وشاملة عنهم، وأسسنا للمنحة العلمي بهالنوع من الاختبارات. حتى ما نطول أكثر لأنه بقاش معنا وقت، خليني أنا وياكم بعجالة شوف الحق أبعث لكم ياهن هلأ على مستوى المطلوب وترشيحات الأسئلة وتحديداً المادة المطلوبة، لأنه اليوم جمعة وصار وقت صلاة مناش نأخركم أكثر. فعملياً لاحظوا معي حطيت لكم جدول مطلوب لامتحان مادة علم النفس المدرسة، بكل محاضرة من المحاضرات حاطت شو اللي للقراءة وشو للمطلوب بشكل دقيق، ورقة واحدة بتختصر وبتلخص لك شو المطلوب وشو للقراءة. هيدي نقطة أولى. طلعت الصورة عندكم؟ لا لا دكتور بعد. لا فكرت هلا طلعت؟ طلعت هلا بينها. هيدي الورقة الأولى حابعتها هلا جروب الواتساب، مطلوب لامتحان مادة علم نفس المدرسة. لاحظوا المحاضرة الأولى مثل مقدمة قراءة، مفهوم علم نفس المدرسة قراءة، تعريفات قراءة، كله الاستئناس. المطلوب بتركزوا عليه،
نشأة الأهداف الوظائف المحاضرة الأولى وهيك كل المحاضرة حدد شو اللي للقراءة وشو اللي للمطلوب. هاي دي نقطة أول. نقطة تانية عمليا المادة ترشيحات الأسئلة بمعنى كمان لتطلع الصورة الأولى طلع الدكتور طبعا. عمليا بكل محاضرة حاطت الأسئلة الممكن تجي. بدي ألفت للشغلة وهلأ بالبرامج أبعت لكم النتائج والإجابات لهن المادة المطلوبة تحديدا دراستها، فبتلاحظوا أنه هذا السؤال بتلاقوا جوابه بالمادة تباعا بالمحاضرات كمان مقسمين هون أولى ثانية ثالثة رابعة خمسة سادسة سابعة ثامنة. وبالتالي هيدي الأسئلة إذا كان سؤال كتير صغير جوابه أربع خمس أسطر فحتلاقوا سؤال مركب، يعني فرضا 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 إذا طلع أهداف علم النفس المدرسة خمس أسطر فرضا عم بحكي، فبيجي والوظائف خمس أسطر يمكن يجي سؤال ما هي أهداف ووظائف علم النفس المدرسة، فبتقرأون بشكل مركب الأسئلة نسبياً 90% بيتزركوا بيوافقوا نفس المعنى لهيدي الكيفية، يعني ما حيصير عندكم أي شبهة من الشبهات. تقرأ السؤال وهذا السؤال مثل ما هو نسبياً حيجي وبتلاقي وين الجواب؟ الجواب بالمادة كمان اللي حأبعتها بيانت المادة بيانت. أوكي طلعوا معي عملياً كلياتها طلعت 23 صفحة، هيدا كل المطلوب من 22 وكم سطر عمليا، هيدي كل المطلوب منكم الاطلاع عليها. قلصتها خففتها ضغطتها باعتبار القلق اللي صايبكم على مستوى واقع الجامعه وعلى مستوى الضغوطات اللي عم تعرضوا لها، ما حبيت حملكم اكثر. ماده كثير سلسه وبسيطه وسهله. ترشيحات الاسئله هيدي اجوبتها ضمن هيدي الماده او المطلوب تحديدا بالماده. بقيه الماده اللي هي قوامها عشرات الصفحات تبقى عندكم الارشفه والتوثيق والاطلاع، وعمليا المحاضرات على مايكروسوفت تيمز موجودين. اي حدا عنده استفسار دقيق يحكيني على الخاص. اوكي هو اللي حابعت لكم اياهم بعد شوي ان الله راد على الواتساب. حدا عنده اي سؤال؟ بس عندي دكتور يعني صغير ممكن تجمعهم مع بعض، بس الكبير اللي شفناه هون بالترشيحات بيجي لوحده. اكيد اكيد يا سهاد اكيد صح. ثانك يو يعطيك العافيه. برجع بكرر ثلاث اسئله بتنقوا اثنين منهم والعلامه على ممكن يوصل لياخذ 90 واحد. اوكي اتكال على الله بالتوفيق صبايا وشباب. اللي حابب يغادر فيه استاذن خذوا راحتكم، واللي عنده اي استفسار خاص هي انا معكم، واللي بعدين حدا بيتذكر شيء كمان يحكيني على الخاص انا بالخدمه بكون. ويعطيكم الف عافيه. اللي عنده سؤال كمان هي انا معكم يتفضل ما في مشكله. شكرا. انا حوقف التسجيل بس حتى